السلام عليكم. عليكم. عايز كارت اورنج ب 50 لو سمحت. 50 ب 55. ماشي. معكش حاجة؟ لا والله. طب لحظة كده هنجيب بس رد لك على فك دماغك. خلي بالك ده بيصور الكارت. بيصور الكارت؟ معلش يا استاذ بس انا نسيت والله انا مش عايز اورنج معلش حقك عليا انا عايز كارت زيرو 11 عايز كارت زيرو 11 اه صل على النبي عايز كارت سلاح افرض انت جيت تشتري من عندي كارت وخدت الكارت ولقيته مشحون هتعمل ايه مش هترجعه لي؟ هرجعه لك طبعا هو ده اللي انت عملته انت ليه تعمل حاجه زي كده؟ وليه يعني انت انا شايفك وانت بتصور الكارت انت صورت على الموبايل ده عندك انت ينفع تخليني شكل وحش قدام الناس وانا مبيع الكارت مشحون قبل كده تيجي لا يا عم انت تاكل حرام وتشحن حرام يا عم حرام عليك اللي انت بتعمله ده فضل يا باشا الكارت بتاعك اللي انت مصوره والمزاج بتاعك اهو وتوكل على الله وحرام عليك اللي انت بتعمله ده اتق الله في نفسك واتق الله في صحتك ازاي تصور كارت وعايز ترجعه لي تاني حقك عليا توكل على الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الفكرة دي يا جماعة موجودة في السوق، الفكرة دي يعني الناس بيانا فكل واحد يخلي باله من محله وكل واحد ان هو يصور لك الكارت ويقول لك انا الكارت انا كنت عايزه اورانج او عايزه فودافون ده حكاية هو صورها على الموبايل، صور الكارت على الموبايل يعني اهم حاجة الامان والثقة، حط كاميرات في مكانك ما عادش في امان. البلد فيها حرامية هامة ما تنساش لايك وشير واشتراك في القناة لو عجبتك